ونبدأ حلقتنا من العاصمة أبو ظبي، واللي استضافت تامر حسني وسيف نبيل ليلة راس السنة ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات. طبعاً الحفل كان حماسي جداً، والجمهور كان سعيد ومتفاعل بشكل كبير مع فقرات النجمين وأغانيهم الشهيرة. خلونا نشوف الحفل كيف كان بهالفيديو. اليوم جميل أسمع جداً، اليوم جميل في الناس أحب همه تامر كان ترند براس السنة لأسباب كتيرة، مش بس عشان الحفل، كمان نشر على حسابه إنستجرام صور بتجمعه مع أولاده وطليقته بسمة بوصيل، وده خلى الفانز يتسألوا إذا رجعوا لبعض أو لا. إيه رأيك يا أديب؟ والله شوي بسمة، أنا أحس إن رجعوا لبعض، وتامر حب إنه يعلنها بس بطريقة غير عن المعتاد، عرفت علي؟ فإذا رجعوا لبعض الله يوفقهم ويجعل ما بينهم كله خير وتوفيق يا رب. إنزين، ومن أبو ظبي خلينا نروح لدبي اللي احتضنت حفل مميز عاشه الجمهور على أنغام جورج والسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم. الحفل كان ترند لأنه جمع ثلاثة من أهم فنانين الوطن العربي، وكمان شيرين كانت حديث الكل لأنها أطلت بمعنويات مرتفعة وتألقت بفستانها الأزرق أظهر خسارتها للوزن. خلونا نشوف التقرير ده ورجع لكم تاني. يا سلام على شيرين واغاني شيرين، لها مود خاص في الاغاني. ده حقيقي، حتى جورج وسوف ونجوى كرم احنا تربينا وكبرنا على اغانيهم. صح. استكمالا لحفلات ليله راس السنه، بنشوف كمان ديانا كارازون واللي دخلت السنه الجديده بين جمهورها في دبي، وده في حفل مميز جدا على مسرح فيرزاتشي. سالمين هابي نيو يير عليكم. كانت مرفعة ومن الحفلات المميزة يلي شهدتها دولة الإمارات بليلة راس السنة كانت حفل للنجمة ديانا كارازون يلي تواجدنا فيها واستقبلنا العام الجديد معها بفندق بلاتسو فيرساتشي بدبي. تألقت ديانا على المسرح وغنت التربي والشعبي وسط نخبة من نجوم الوسط الفني، منهم مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، هالة صدقي والإعلامي طوني خليفة وغيرهم. ومن الإمارات سافرنا للرياض واللي شهدت حفل نجمات العرب بليلة راس السنة من خلال عروض غنائية مميزة قدمتها كل من أصالة وأحلام ونانسي عجرم وبعد إليسا وأسماء المنور وأنغام. كاميرا إكسبلور حضرت الحفل، خلونا نشوف إيه اللي حصل في الرياض وراجعين. شهدت الرياض حفل فني ضخم بعنوان ليلة نجمات العرب ضمن حفلات موسم الرياض يلي جمع أحلام وأصالة ونانسي وإليسا وأنغام وأسماء المنور يلي أمتعوا الجمهور بباقة من أجمل أغانيهم القديمة والجديدة. يروح من قلبي
والحفل كان فايرل على السوشيال ميديا، فشهد عدد كبير من الثنائيات الغنائية يلي أطربت الجمهور. أما الهايلايت الأكبر بالحفل فكان الصلح يلي صار بالكواليس بين أصالة وأنغام بعد سنوات من القطيعة.